أنا كنت مستبشر بولادة عبد الحليم قوي، لأني كنت مدة طويلة أنتظر ترقيه، ومضى عليها وقت. وفي اليوم اللي جاني فيه التلغراف بتاعه إن عبد الحليم اتولد، وصلني جواب ترقية قبل وصول التلغراف بحوالي 4 ساعات، وأنا كنت في ذلك الوقت موظف الصعيد. ثم عدت وخدت التلغراف وسافرت إلى بلدي، فجت وجدت أختي مريضة، فظللت بجوارها حتى قضي أمر الله ولاقت ربها. كده كويس؟ أوي. وتوفت أختي عليها رحمة الله وهي بتوصيني على أولادها، خصوصا عبد الحليم لأن عمره أيام. بعد هذا الحادث المؤلم سعيد كتير علشان أتنقل الزقازيق، وربنا وفقني، ويمكن ده كانت ناحية أستبشر بيها، وكنت أدعي ربنا عشان خاطر هذا الولد الصغير إن ربنا ينقل لي، فأجاب طلبي واتنقلت الزقازيق. فأخذت عبد الحليم وإسماعيل أخوه محمد وعلي، وبعدين أولاد أختي التانية لأنها أكبر مني وتستطيع إنها تقدر تخدمنا كلنا. وفي الفترة دي قبل وفاة أختي كنت خاطب واحدة، وبعدين أهلها لما عرفوا إني أنا بقى معي هذا العدد الكثير ومعهم ابني، فسخوا أهلها الخطوبة وقالوا مش ممكن أبدا نخدم حد غير أحمد، وعلى ذلك رفضت وظللت 16 سنة أعزب علشان أقوم بتربيتهم وأؤدي رسالتي نحوهم. ومن حسن الطالع إني خطبت واحدة، فتبين إنها يتيمة الأبوين زيهم، وهذا توفيق من الله. كان عبد الحليم دايما أقرب حب لقلبي لصغره، ولأني زي ما قلت مستبشر في تاريخ ولادته باللي ربنا عطاه لي وكنت بتمناه، وكنت دايما أخده في إيدي وأنا رايح خارج، خصوصا آخر النهار إذا رحت مقاهي أو زرت صديق لي أو حبيبي. وكان دايما قعدتي عند راجل صديقي وقريبي اسمه عبد الحي، يعمل في البلدية في الموسيقى، فهو أول واحد اكتشف مواهب عبد الحليم الموسيقي. وبعدين قال لي فيه ليا صديق في البلدية اسمه محمد أفندي ندى، فأخده وكان بيدرس له باستمرار الموسيقى، وظل وهو في ابتدائي في الكتاد، وهو في ابتدائي وهو في ثانوي يديله دروس لحد ما بعض اعتراضات حصلت. وبعدين قال يا جماعة شوفوا طريقة لسعادة المدير عشان يقدر يديني أمر بأنه يتعلم الموسيقى في الملجأ. فسعيت لدى المدير الله يرحمه، وكان اسمه نيازي باشا في ذلك الوقت، وبعدين أمر بقبول عبد الحليم وظل يدرس المزيكا حتى بقى في ثانوي. بلاش أتكلم لما نمسك الحتة الثانية يضمها. لا هو اتفضل. طيب. وبعدين يا سيدي كان عبد الحليم في الوقت ده كان سنه 4 سنين، وطبعا ليه قريبي عبد الحي أفندي بيغني بالذات بتاع ده موسيقى في نفس البلدية، فعرفني بمحمد أفندي ندى مدرس من الملجأ، وفضل يديله دروس. وأخيرا لما أنس فيه أنه عنده استعداد لهذه الناحية بقى ياخده إياه الملجأ ويديله دروس. فبعض الناس الحقودين ما عجبهمش هذا، راحوا عملوا شكاوي وحصل اعتراض، وجه الأستاذ ندى محرج وقال لي أرجوك يا فلان بلاش وهات لي أمر لأن المسألة هتضايقني. فسعيت ورحت للمرحوم نيازي باشا بواسطة ناس يعرفوه، هو كان مدير الشرقية، وأمر بدخول هذا الولد، وظل يتعلم دروس الموسيقى وهو في ابتدائي لحد ما وصل ثانوي.